لسه مكملين مع حضراتكم الكنيسه المرقسيه، القصص والحكايات عن ابونا كتيره جدا، والحدث كبير زي ما زميلي رامي كان بيقول، السيناريو المتكرر. كمان معايا دلوقتي ضيف ليه مواصفات خاصه، هو من اولاد ابونا، وكمان قريب ابونا في الجسد، وكمان اخو شهيد من شهداء المرقسيه، شهداء حد الشعنين. تعرف بحضرتك سمير غطاس اندراوس. استاذ سمير، انا مش هقول لك موضوع كبير، لان احنا بنعيش وبنكرر المأساة اللي كانت من 5 سنين. كان في تفجير هنا في احد الشعنين، وكمان النهارده هنزف كمان ابونا في حادث قوي، حادث غدر، ان ابونا يكون ماشي بس في الشارع ويتم طعنه بهذه الطريقه وبهذه الاسلوب. تعليق. هو احنا مش عارفين يعني امتى الموضوع ده ينتهي كده ونعيش في سلام وحب كده، يعني مش عارف. او كل شويه يقول لك ده مجنون، مختل، مش عارف ايه. طب يا جماعه انتوا بتحكموا عليه، طب احنا عايزين نشوف الاعدام ده بعنينا، احنا عايزين نشوفه حقيقه، مش عايزين نسمع بس كلام قطع عدم. طب ما شفناش حاجه، ويرجع واحد تاني ويرجع واحد تاني، هنفضل نعيش لحد امتى؟ احنا عايشين بين اخواتنا المسلمين ومسيحيين، بنصوم مع بعض ونفطر وعايشين بحب، ليه الغدر وليه الخيانه دي؟ يعني ده ولا ليه مله ولا دين حتى، ده يبقى كفر. يعني ده كفر، ما مش يعني مش مسامحين بكده خالص. او احنا قام نروي كنيستنا بذنبنا، لكن هقول ايه امر الله؟ يعني عايشين كده الواحد، يعني ليه كده؟ ليه الكنيسه كده يعني تبقى عايشه في خوف كده ليه؟ احنا نتمنى نعيش في سلام، والناس يعني يبقى في حب بيننا ومنهم. يعني انا مش قادر اتكلم، ان انا مغلول من جوه، مش قادر. انا عايش في وسط مسلمين بيحبوني وحبهم وعايشين حلو مع بعض، ليه الغدر ده؟ ملوش لازم. عاوزين يبقى قصاص والناس دي تتعدم قدامنا ونشوفها. جينا في وقت من الاوقات كنا بنسال ليه المنيا، ودلوقتي بنعيد نفس السؤال، بنقول ليه اسكندريه؟ ده هم ماسكين خطوه بخطوه كده، مره اسكندريه، مره المنيا، مره طنطا، ومره ايه ليه مش عارف. لما سمعت الخبر امبارح، يعني تأثير هذا الخبر عن أبونا اللي انت قريب منه بالجسد، وكمان من أولاده، وكمان أنا بفكرها بمأساة من 5 سنين صعبة. يعني كنت في زور تاني، مش عارف أفكر، مش عارف أعمل أي حاجة. أنا نزلت الساعة 12 واحدة بالليل عشان أروح المستشفى، ما عرفتش أخش. رجعنا تاني ومن الساعة 6 الصبح وإحنا عند المستشفى مش عارفين يدخلون. كلمني عن ابونا ارسانيوس، قول لي الخادم الجميل، كلمني عن صفاته وتعامله مع الناس. يعني ملاك كان عايش في وسط شعبه وكنيسته ومنطقته واسرته، العيله كلها، ما كانش بيسيب حد الا لما يسال عليه ويطبطب عليه، ومنطقه قرموز كلها ما بيفوتش حد. كان كل يحب الناس من الصغير للكبير، ومسلمين أكترهم بيحبوه، وليه معزة خاصة جدا مع المسلمين. يعني خدمته جميلة جدا، يعني بدليل إن هو كان رايح خدمة المنظرة، بيقضي خدمة ومع أولاده وراجعين، قال له طب نقعد نريحه شوية أو مثلا نشم شوية هوا كده على البحر. وحصل اللي حصل. ليه يعني مثلا؟ هما اتنين بيبدلوا مع بعض، واحد بيقول له لله يعني بيشحت والتاني يضربه، ولا ايه بالظبط؟ هي دي خطط وتمثيليات وافلام بيعملوها ليه يعني؟ ما تخليك صريح كده، وواجهني وفاجئني كده، مش فاجئني، خليك صريح عشان اعرف اواجهك. فكره الغدر وفكره ان هو ياخده غدر دي خيانه، دي خاين، كافر، ملوش مله، ده ملوش مله خالص. مفروض ده اعدام في
وسط ميدان عام ونشوفه بعينينا، مش اخد اعدام وبعد كده يطلع لنا واحد تاني ولا يطلع هو بطريقه صوره تانيه. ما ينفعش. اتمنى اتمنى يبقى في ميدان والتلفزيون يصوره، عشان كله يخاف وكله يحترم نفسه. كلمنا عن خدمات ابونا وتعامله مع اخوه الرب. ابونا خدمه اخوه الرب زي ما بيقولوا ايه، ما تخليش ايدك الشمال يشوفك، هو بيخدم، ما حدش يشوفه بيخدم حب بطريقه مش معقوله. كل باب يخبط عليه خدمته بتوصل له، خدمه اخوه الرب بالذات ما بيفوتش اي خدمه. الصغير قبل الكبير، أطفال ترانيم بيرنمها مع أطفال ويعيش حب في سلام وشعبه وكنيسته. هو لسه بادئ في خدمة كرموز قريب، وكان ماسك في خدمة محرم بيه، يعني كانت تعيش خدمة جميلة مع أبونا ديماديوس وأبونا ماكسيموس وأصدقائه كلهم بيحبوه، وكانت خدمة جميلة جدا. ولما مسك خدمة برضو البرج برضو عمل خدمات جميلة، على أساس اللي بعده برضو عارف إن هو برضو اللي هيجي يكمل. خليني أسألك يعني، واللي بيتفرج علينا، أنا بسأل سؤال دقيق وصريح. وقع هذا الخبر على الإسكندرية بشكل عام، يعني بتكلم على اخواتنا المسلمين وبتكلم عن المسيحيين، بتكلم عن حدث كبير كان موجود على ارض هذا الوطن. هزت اسكندريه كله في ذهول. ليه يحصل يعني في ساعه دي؟ ده انت صايم. هو مثلا الغدر ده بيطلع بعد الفطار ولا ايه؟ انت صايم يعني عارف ربنا وعارف بتاع، لكن ده ولا يعرف ربنا ولا عنده دين. غدر. عايز اقول لك السيناريو مختلف شويه، لان المره دي يعني، وده غريبه ان يكون هذا الشخص في رجل ستيني، رجل بيبلغ من العمر من 60 عام او اكتر شويه كمان. يعني انا مش يعني المفروض ان ده رجل كبير ناضج، يعني ان يفكر الفكر ده. وليه يختار دايما حد يكون يرتدي زي اسود؟ ليه يكون من رجال الدين؟ والله كل واحد بيفكر، بقول لك ده سيناريو معمول. يعني في ثانيه يعني ابونا ما كملش يمكن ربع ساعه نص ساعه يعني على الشط، على طول جاي الراجل الكبير وسكينه، والتاني يشحت منه والتاني يطعنه. سيناريو معمول. خليني اسالك ان ده انت عايز تقول لي او عايز توصل ان الموضوع فيه ترتيب، الموضوع فيه تخطيط، فيه نيه يعني. فيه نيه طبعا. يعني ان هم بيشوفوا اي كان في الشارع بيجي لهم جنان. بيجي لهم جنان. ليه؟ كان ده بتاع ربنا، ولا بيزي ولا بيشيل سلاح ولا اي حاجه. ليه اللي بيحصل؟ لكن دول عايشين معاهم سلاحهم، معاهم سكينه، معاهم مش عارف ايه في جيبه. طول ما هو ماشي يلاقيه قدامه بيضربه. انتوا متعودين على السيناريو ده في اسكندريه، يعني مثلا في محاولات فشلت، في بعض الاحتكاكات. يعني خلينا نتكلم معاك، هل يكون الموضوع يعني متكرر؟ هو متكرر. دليل ان احنا كان من قيمه 5 سنين حصل حادث بتاع الموروثيه، من ضمنهم اخويا الشهيد كريم غطاس. انا عارف ان احنا بنقلب المواجع عليك. يمكن نقول كلمه عزاء لشعب الكنيسه ولانفسنا. كلمه عزاء ان ربنا صبرنا، وهو شفيع لينا في السماء اكيد يعني، واولاده وحبايبه وشعب اسكندريه كله. ربنا يعزيهم ويصبرنا على فراق، وان محبته بصراحه احنا هنلاقيها، ان كنيستنا بتطرح ثمره، بتطرح جواهر، تزرع لنا كهنه جديده. ومش هنبطل، مش هنبطل.
وهنرويها بدمنا، هنرويها بدمنا، مش خايفين. بس لما تكون حاجة مفاجأة كده، واحد بيجيله ذهول وعنده استعداد ان يواجه جيش بحاله، ما مش عاوزين نتحط في الموقف ده، مش عاوزين نتحط في الموقف. خلينا نحب بعض، خلينا نعيش حلوين مع بعض، وتحيا مصر، تحيا مصر. احنا كلنا مصريين، ما فيش فرق مسيحي ولا مسلم. رئيسنا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تحيا مصر. أشكرك جدا. أشكرك وأشكر الخدمات اللي بتعملوها، وربنا يصبرنا. شكرا جدا. شكرا. يمكن الكلام اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب، مفيش كلام تاني ممكن يتقال عن المشاعر وعن هذا الحدث الجلل. يمكن السيناريو المتكرر اللي بيعيشنا في مأساة، كل ذنبه ان هو اب كاهن، ان يموت بهذه الموتة الشنيعة بيد الغدر. احنا طبعا منتظرين العدالة، ان احنا يكون هذا يعني يكون ردع، واتمنى تكون اخر مرة نسمع مثل هذا السيناريو المتكرر. ونظرة إلى اسكندرية وأهل الاسكندرية، لسه مكملين مع حضراتكم، وهنرجع لزميلي رامي الاستوديو. الميكروفون معاك يا رامي.